أيمن نور، تأسيس إذاعة وقناة تلفزيونية جديدة خلال العام الجاري، فلوس جريت قطر أو الكلام اللي احنا قلناه من شوية في جريدة البيان الإماراتية بيترجم على الواقع. أيمن نور بيعلن إنه في محطة فضائية جديدة وقناة ومحطة إذاعية جديدة، وقال بعد النجاح اللي احنا عملناه في الشرق، ودي كانت في مقابلة مع الأناضول، قال الإعلان عن تشكيل كيان واسع يجمع المعارضة المصرية في الداخل والخارج عقب الانتخابات الرئاسية في مارس القادم، وقال لدينا خطوة مهمة سنتلوها، خطوات أهم سنطلق في الذكرى السابعة للثورة، إذاعة ومحطة. أيمن نور قبض، أيمن نور قبض، بس في هذا البيان وهذه المقابلة اعترف اعتراف خطير مهم جدا كل الناس في المجال الميديا يعرفوه. فاكرين الشركة، شركة إبسوس اللي هي بتقيس نسب المشاهدة، مين بيتشاف أكتر ومين القمة، شركة إبسوس دي اللي خلت كل نسب المشاهدة تقول ده محطة الجزيرة، ده محطة كذا، ده معتز مطر رقم واحد. إبسوس دي اعترف النهاردة أيمن نور في لقائه مع الأناضول أنها تابعة لهم، يبقى شركة إبسوس تابعة لهذا التيار، لهذا الفصيل. لذلك الدولة المصرية والمجلس الأعلى للإعلام اتخذ موقف صارم وواضح، وقال هناك مش فوضى، السوق المصرية ليست سوقا بلا ضابط أو رابط. كيف لشركة تابعة أو مرتبطة أو مربوطة برباط سري، بحبل سري مع الإخوان المسلمين اسمها إبسوس، كيف تعبث في هذا الوضع وتؤثر على كل ما جرى الآن؟ أيمن نور بيفضح إبسوس، أيمن نور بيكشف سر إبسوس بعدما أعلن أنه عنده مؤسسة وكيان إعلامي كبير بعدما وصلته الأموال القطرية.